السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. العيد ديالكم يكون داز مزيان. المهم هاد لا فيديو درتها حيت بزاف لي كومونتير لقيتهم قال لك قلتوا لي زعما. المهم صراحه حاولت نهضر لكم على كل شيء اللي كيخص هاد المدرسه باش ما يبقاش عندكم اشكال ملي نساليو لا فيديو. يلا نبداو. المهم كما كتعرفوا لو اس تي او بيان ديبلوم الجامعي للتكنولوجيا هي عموما فيها عامين، يعني فاش كنقراو العامين ديالنا كيعطيونا واحد الديبلوم كيتسمى الدوت، يعني الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا. فاش كنقول عامين كنقول 4 سيمستر. كيفاش 4 سيمستر؟ يعني 4 ديال الدورات. في كل عام كنعرفوا بلي كاينين جوج دورات، يعني الدوره الاولى او الدوره الثانيه. الدوره الاولى اللي خصكم تعرفوا بها سيمستر 1 ديك الاس 1 كتسمى، راه لي ماتيغ اللي كتقراو في الاس 1 ماشي هما لي ماتيغ اللي كتقراو في الاس 2. يعني دائما كيكون داك التنوع والاختلاط. يعني مثلا في الكونطابيليتي في الاس 1 كتقراو البيلان سي بي سي داكشي ديال لي فاكتور اكسيتيرا، وفي الاس 2 كتقراو لاموغتيسمون لي بروفيزيون، في الاس 3 كتقراو الكونطا اناليتيك. يعني بحال هكذا، يعني سا في دير واخا كتكون كاع نفس لا ماتيغ مي ماشي نفس الدروس كيبقاو كيتعاودوا. تري بيان، لو اس تي باش كتميز على لافاك انها كتكونوا كديروا دي ستاج، يعني مفروض عليكم انكم تدوزوا دوك ستاجات، فهمتوا؟ وفي الاخر بطبيعة الحال كديروا السوتنونس. واحد لا كيسيون سولين عليها بزاف ديال الناس، انه فين كاينه لو اس تي؟ واش كاينه مثلا في كازا ولا في مراكش؟ هي كاينه بطبيعة الحال في بزاف ديال المدن، المهم انا حاولت نكتبهم هنايا باش نقولهم لكم. كاين في كازا، برشيد، سلا، فاس، مكناس، وجده، اكادير، قلميم، العيون، اسفي، الصويره، وبني ملال. يعني وفاش تبغيو تدفعوا، واحد الحاجه ثاني خصني نركز عليها مزيان، كيفاش كنترشحوا لهاد المدارس؟ بطبيعه الحال الترشيح يكون فقط عبر الانترنت، يعني في الموقع ديال توجيهي دوت نت. يعني لو ستي اللي خصكم تعرفوا ان ما فيهاش التوزيع الجغرافي. كيفاش ما فيهاش التوزيع الجغرافي؟ انكم مثلا انت ساكنه في صويره تقدري تدفعي لو ستي صويره وتدفعي لو ستي اسفي ولو ستي مكناس كاملين، واخا ديري فيهم نفس لا برونش. يعني نتوما دابا فاش تبغيو تدفعوا دفعوا لكل شيء، الله وعسى تهزو شي وحده فيهم. كيفاش كتهزو؟ بطبيعه الحال 75% من الوطني و 25% من الجهوي، يعني نقطه المراقبه المستمره ما كتحسبش. او لا حيت كاين اللي مثلا فاش كتشدوا الباك ديك النقطه اللي كتطلع لكم راه لا موين جينيرال، دونك لا دابا خصكم تحسبوا وديروا 75% من الوطني، يعني شدوا النقطه الوطني ضربوها في 0.75 وديروا عليها النقطه ديال الجهوي وضربوها في 0.25 باش تخرج لكم النقطه ديالكم. واحد الحاجه ثاني خصكم تعرفوها، انه في لا ليست برينسيبال راه الاغلبيه ديالكم دابا نتوما كتفرجوا فيها ما غاديش تهزوا فيها، لانه كيتهزوا دوك 19 18 هما اللي كيتهزوا في لا ليست برينسيبال. انا براسي فاش طلعت لا ليست برينسيبال ديال بي تي اس كنت نقول راه نطلع سيغمون نطلع، واخا زعما كاع جايبه 17 وكلشي ولكن ما طلعتش في لا ليست برينسيبال. يعني لا ليست برينسيبال اصلا دوك اللي كيطلعوا فيها 19 و18 راه ما كيديروش اصلا لا بي تي اس ولا لو اس تي، الا كاع ما دخلوش لشي مدرسه كيديروا لي كلاس بريبا. سكي في ديك لا ليست برينسيبال كامله حتى واحد ما كيدخل. يعني خصكم ضروري تنتبهوا مع لا ليست داتونت، عافاكم لا ليست داتونت ماشي صافي ما خرجت لكم حتى شي مدرسه ما خرجوش لا ليست برينسيبال تنعسوا، وهذا الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف. ديما بقاو تراقبوا خصوصا بي تي اس ولو اس تي ولي فيستي. بي تي اس و اس تي و اف اس تي هادو مهمين فيهم لا ليست داتونت. يعني بي تي اس جو بونس راه في مسار فين كتبقاو تقلبوا دائما تتيستيو تشوفوا واش طلعتوا ولا لا. بالنسبه لو اس تي راه في توجيهي بوان نت كيطلعوا لكم لي كوردوني، و لي راه كنعرف ناس طلع شهر تسعود ودافعين الباك ديالهم في لافاك وكلشي وطلع شهر تسعود وطلعوا في لا ليست داتونت وتقبلوا في لو اس تي ومشاو سحبوا الباك ديالهم ومشاو حطوه في لو اس تي، يعني تو سامبلومون. دونك عافاكم ردوا لي البال مع لا ليست داتونت وان شاء الله يكون خير. دابا غادي ندوزو للافاق ديال لو اس تي، يعني علاش غادي نديرو مثلا لو اس تي وما نديروش لافاق؟ طبيعه الحال لو اس تي اول حاجه الناس اللي كيديروها كيبغيو انهم ينفتحوا على سوق الشغل ببساطه، يعني انك كتدخل كتشد عامين ديالك تقدر تخدم، تقدر تخدم بواحد الصالير ديال 4000 درهم بحال هكذا، يعني 4000 درهم تقريبا، المهم في هاد الماجوار اقل او اكثر. بزاف كيبغيو يخدموا عادي يكملوا قرايتهم، اما يكون له ظروفه. كاين اللي كيبغي اصلا يخدم ما كيبغيش يقرا بزاف، فلو اس تي كتهنيكم. لو اس تي كتسهل عليك تدخل لسوق الشغل بما ان اصلا كتكون عندكم التجارب كما قلت لكم كيكونوا ستاجات، سكي في ماشي كتكون قاريه تيوريك وانما تال براتيك. هذه الحاجه اللي زوينه. تري بيان،
الحاجه الثانيه انكم تدخلوا تفعلوا الاجازه المهنيه. طبيعه الحال الناس اللي كيكونوا ديجا قارين في لوستي كتكون عندهم اولويه انهم يقراو الاجازه المهنيه، حيت الاجازه المهنيه كتقراني في لوستي سكيفي كتكون عندكم الاسبقيه، ماشي بحال يعني مثلا بي تي اس كيكونوا تيكنيسيان سوبيريور وانتم عندكم ديبلوم جامعي تكنولوجيا، ولكن فاش كتخرجوا للخدمه تقريبا كتكونوا متوازيين بحال بحال، ولكن فاش كتبغيو تكملوا قرايتكم عندهم بحال اللي جلسوا اسبقيه، ولكن صافي جا با كل الناس بي تي اس ما كيكملوش قرايتهم. لا طبيعه الحال هنا كتحكم النقطه ديالك والكونكور فاش دوزو واش غادي تجيبو ولا ما غاتجيبوش. تخيل بهذا الحال فاش كتشدوا الاجازه المهنيه كتقدروا ديروا الماستر المتخصص، يعني في لافاك الا كتسمعوا كنقولوا ماستر، اما في لو اس تي كيتسمى ماستر سبيسياليزي، يعني هنا فين كاين الفرق. ونعاود نقول اجازه كما كتكون في لافاك كتسمى اجازه مهنيه، يعني كتخول لك تخدم حيت كتكون عندك بزاف ديال الستاجات، يعني كيكون عندك براتيك، وهذا الشيء دابا اللي كيبغي سوق الشغل. بطبيعة الحال فاش كنهضر على الاجازه المهنيه كما قلت لكم راه لو اس تي وبي تي اس وليستا يعني بي تي بثلاثه كيفتحوا لك انك تدخل الاجازه المهنيه. سي بوغ سولا التاليتي ما تحقروهاش، الناس اللي بغاو يديروا لي تي راه مزيانه تقدروا تكملوا لا ليسونس ديالكم، بوركوا با ان ماستر. وكنعرفوا ناس بارك الله اللي دخلوا لي تي ووصلوا دابا الماستر ووصلوا المنصب اللي مزيان، يعني كما قلت لكم شنو قلت لكم ديك المره، المهم هو لوبجيكتيف ديالنا ومع الخدمه وسميتو نقدروا نوصلوا ليه. بطبيعه الحال فاش كنشدوا عامين في لو اس تي كنقدروا ندفعوا لو ان سي جي، يعني نكملوا فيها 3 سنين اللي بقات. الفريد ما جابش الله تاني فاش نشدوا الاجازه المهنيه نقدروا نعاودوا ندفعوا لو ان سي جي باش نكملوا فيها الماستر ديالنا، يعني كاين الباس غير يعني تقدروا تعاودوا تدوزوا بطبيعه الحال وان شاء الله ما يكون غير الخير. كيفاه لو اس تي كتفتح لينا سوق الشغل، كتفتح لنا الاجازه المهنيه، الماستر المتخصص، او لا نقدروا ندخلوا نكملوها في لو ان سي جي. فوالا السؤال اللي كيسولوا كل شيء، شنو الفرق بين لي اف اس تي والبي تي اس ولو اس تي، وشكون احسن واش البي تي اس ولا لو اس تي؟ انا نحاول نجاوبكم. اولا بعدا لي اف اس تي وبي تي اس ولو اس تي بيناتهم فرق، علاش؟ حيت لي اف اس تي راه كليه كباقي الكليات بحال كليات الحقوق كليات العلوم، هذه كليات العلوم والتقنيات، يعني فوالا راه كليه تقدروا تكملوا فيها ماستر ديالكم الدكتوراه كاع، يعني تقدروا تقراو فيها. كما قلت لكم بي تي اس ولو اس تي تقريبا راهم بحال بحال، انكم كتقراو فيهم 2 سنين كدوزو ستاج كدوزو سوتنونس، ومن بعد كتقدروا انكم يا اما تخرجوا سوق الشغل ديريكتومون ولا تكملوا قرايتكم. ولكن بالنسبه للناس اللي باغي يديروا الاجازه المهنيه فكنصحهم يمشيو لو اس تي من الاول، يعني سير لو اس تي من الاول وكمل فيها الاجازه المهنيه. اما الا كنتي بدير بي تي اس عاد تمشي لو اس تي راه ممكن وغادي تمشي الا دوزتي الكونكور ونجحتي، ولكن بحال بلا ما نطول عليك الطريق، يعني سير ديريكتومون. فوالا منكم سولتوني على لي برونش اللي تقدروا تدفعوا لهم في لو اس تي، فهنا تقريبا كاع لي برونش اللي تقدروا تدفعوا لهم. وكما قلت لكم قبيله مثلا تقدروا تدفعوا نفس لا برونش ولكن في دي زوكور مختلفين، مثلا في اس تي سويره في اس تي كازا اس تي مكناس اس تي فاس. دونك فوالا دونك عندكم لا كوميرسياليزاسيون دو برودوي، فينانس كونتابيليتي شعبه مزيانه، المهم فينانس كونتابيليتي فيسكاليتي جيستيون دي بانك جيستيون دي انتربريز جيستيون دي اورغانيزاسيون جيستيون دو ريسورس هومان. ولكن بيان سور راه كاينين دي برونش لي ما واجدوش يعني في جميع لي او اس تي، يعني مثلا الا بغيتوا واحد لا برونش سبيسيفيك خصكم تقلبوا في اش من او اس تي كتواجد، وهذيك طبيعه الحال هي اللي غديروها في الشوا اون، يعني في الشوا الاولاني عاد باش الشوا الثاني الشوا الثالث، يعني على حساب نتوما شنو بغيتوا مثلا لو اس تي اللي قريبه ليكم اولا اللي عندكم في المدينه ديالكم. فوالا الحاجه تاني باش ركزوا عليها حيت كاين اللي كيتسحب له واش لو اس تي ساهله ولا بي تي اس ساهله، راه حاجه ما ساهله باش نكونوا متفقين. بعدا لو اس تي كتبغي الخدمه كتبغي المطابره، لانه هي بعدا الا بيت فاليدي خصك تفاليدي ب 12 ما كتفاليديش ب 10، ماشي بحال حتى لو ان سي جا كنفاليديو فيها ب 10، لو اس تي لا لو اس تي كتفاليديو ب 12، سكي في خاص الخدمه شويه نزيرو، يعني هادشي اللي كاين. فكنتمنى نكون جاوبتكم على كاع لي كيسيون ديالكم، اللي باقي عنده شي كيسيون خليها ليا لتحت، خليو ليا المدارس اللي باقي بغيتوني نهضر معاكم، اللي بغى يتواصل معايا في انستغرام لا هو حفصه حتى هو مرحبا به، تهلاو ليا فراسكم على بروشين ان شاء الله.